يلا نيرمين خلينا نرجع، أنا تعبت. حبيبي نسيت شو قالك الدكتور؟ المشي منيح إلك خصوصي إذا ما تعبت حالك ومشيت على مهلك. هذا الدكتور ما أنا فهمان شي، بدي صار اللي عم باخذ الأدوية تبعه لهلأ ما استفدت، تتركينا منه يا بدك تطول بالك بهجات. نيرمين مرحبا، شو هالصدفة الحلوة؟ يا أهلين. مرحبا بهجات، كيف صرت؟ إن شاء الله تحسنت صحتك. لو ما كان الدكتور تبعي أجدب كنت صحيت من زمان. عيب تحكي هيك بهجات، نسيان انه انت كمان دكتور. اليوم الدكتور رفع عيار الادويه اللي بياخدها بهجات للدبل. يعني هالعصبيه كلياتها من تاثير الادويه تبعه. بلا رش الأنبوس اخي خليل، لا تخليني فعسك برجلي. عيب تحكي هيك بهجات. صحيح انا كنت رح ابعث لكم اياها مع شي حدا، بس منيح التقينا مشان اعطيك اياها. شو هاي؟ هاي دعوة للغدا لجمعية الصيادين عنا، أكيد رح تجوا ما هيك؟ من فترة دقت لي نسرين كمان وخبرتني. نسرين؟ مو هاي نسرين اللي كانت طويلة من الشعبة الثانية؟ كيف متذكرها لحد هلأ؟ لمعلوماتك أنا متذكر كل رفقاتنا اللي بالمدرسة. بدنا نروح ما هيك بهجات؟ كيف بدنا نروح يا مدام وأنا هيك تعبان؟ ولا بدك تموتيني؟ والله يا ريت. شو قلت؟ قلت بعيد الشر عن قلبك. بهجات ليش هيك عم تحكي؟ شو جاب سيرة الموت هلا؟ نحن كل سنة نحضر هذا المهرجان ومنلتقى بجيراننا ورفقاتنا اللي صرنا من زمان ما شفناهم. نيرمين بصراحة بهجت معه حق بحكيه، بتعرفي الأكلات هنيك تقيلة ومدهنة وبعدين بدنا نسهر ونرقص كمان، وبهجت مرضان ومرهق ولازم يضل مرتاح، بس انت فيك تجيبي الاولاد وتجي. ما كنت عارفان انك بتحب الاوركيد. لا انا اللي بحبها، بهجة اشترى لي اياها. الاوركيد حلوه كتير بس حساسه وبدها رعايه. في ناس بياخدوا ورد كتير حلو بس للأسف هالورد بيدبل عندهم، وأنا بكره هيك ناس وبحتقرهم كتير. وأنا كمان بكره هاي الأعشاب الطفيلية اللي بتضل بتطلع حوالين الورد، وقد ما حاولت أنك تشيلها ترجع بتنطلك مرة تانية. معناتها خليني أعطيك أهم سر بمهنتي، إذا ضبطت المقادير الكيماوية بشكل صحيح أكيد فيك تتخلص من كل شيء، بس لازم تعرف شو عم تشتغل. شوفك بالمهرجان.